وليدي عبد الصمد، كيفاش حبيت هذا الفن تاع الكتابه باللغه العربيه بهذا الشكل الجميل؟ اولا كنشكر الاطر التربويه ديال المدرسه ديالي اللي منحوني هذه الفرصه باش نقدم ونعرض المعرض ديالي اللي كيحتوي على 14 لوحه بشكل عام، يعني بالخط المغربي المبسوط والثلث المغربي والمجوهر الجليل والمجوهر الدقيق المغربي. اولا ملي كنت عاوتاني ملي كنت صغير كانت عندي هذيك 3 عامين كنت كنمارس بزاف الرسم وكان كيعجبني، يعني كنت كنرسم طوال اليوم. ومن بعد يعني بدا كيجينا الشغف ديال الخط العربي. العام اللي فات كنت كندير واحد الامشاق على يعني كنت كنشوف يوتيوب كنقلد او كنحاكي واحد الخطاطه وما كنتش واعي بالخط، يعني كنت كنحاكي. ومن بعد مشيت عند المكتبه الوسائطيه ديال جامع محمد حسن الثاني، ومن بعد وجهتني واحد تلاقيت مع واحد الاستاذه سميتها سهام كرواد الله يجازيها بخير، وجهتني لواحد الاساتذه هما علموني الخط العربي عامه الخط المغربي، وكيعجبني هذا الخط بزاف حيت هو فن وكنقدر يعني كنستعملو في بزاف الحوايج، يعني على الجبس وعلى الورق كنقدروا نديروا به لوحات وعلى الخشب. ومن بعد دابا الحمد لله بفضل الله وليت كان يعني كانت مده ديال 3 شهور ولا 4 شهور مع الاساتذه علموني المبادئ والاسس ديال الخطوط المغربيه. ومن بعد دابا كملت داكشي من راسي، زعما بديت كنزيد نتعمق في القواعد ديال الخط المغربي. سي سعيد، كيفاش امتى اكتشفتي بان الوليد ديالك عنده هذه الموهبه تاع الكتابه بالخط باللغه العربيه؟ هو بالنسبه للموهبه ديال الابن ديالي في يعني مجال ديال الخط العربي هي مسار ديال واحد زمن طويل، يعني الابن ديالي منذ الصغر يعني منذ سنتين كان ملتصقا يعني بالورع وبالاقلام لدرجة أنه يعني يجتاز ساعات طويلة من أجل الرسم ومن أجل يعني محاكاة بعض يعني بعض الرسومات وبعض البورتفوليوات ديال الشخصيات. من بعد يعني هاد التجربة ديال الرسم يعني تقريبا سنة ونصف من قبل بدا كيكتشف الخط العربي انطلاقا من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني من اليوتيوب ومن فيسبوك بدا كيحاكيها، وهاد المحاكاه ديالو يعني تولد عليه واحد الشغف اللي شفت فيه بانه خصو يطوره. دونك الاستاذه سهام كرواد يعني فنانه في مجال الخط العربي هي اللي وجهته دعمته وعطاته بحال المفتاح ديال دخول هذا البحر الجميل ديال فن الخط العربي. دونك وبالشغف ديالو حاول انه ياثر فيا لدرجه انني وليت كنعمل المجهودات ديالي باش يحضر جميع المعارض الخطيه في المغرب، يعني في فاس في اكادير في الدار البيضاء، ومن غير انه يحضر كيشارك، يعني كيشارك باللوحات وكيدعموه يعني جميع الخطاطين والخطاطات بالمغرب. وهذا الشغف بدا كيتزاد عنده لدرجه انه اصبح لا يفارق يعني الاصابة او الالم المؤقت في محاكاه وفي كتابه وفي تعلم يعني قواعد الخط العربي. ومع يعني الدعم ديال الاساتذه والدعم ديال الاداره كنشكرهم في هذا الباب، يعني اداره المدرسه ديال جورج فاني اللي عطاتو هذه الفرصه باش يتقاسم التجربه ديالو مع التلاميذ ومع الاداره ومع يعني مع الاساتذه ديالو، كنشكرهم بزاف. من خلال الطرح اللي دلا لنا بالوليد ديالك تيبان بانه شغوف باللغه العربيه، واش تشجعو انت على القراءه باللغه العربيه؟ تماما، انا ديما كنصحو كنقول لابني يعني لكي يعني تكتسب العالم يجب عليك ان تتعلم اللغه، اللغه هي مفتاح ان مثلا تمتلك اسرار هذا العالم، ومن بين الاسرار يعني الخط هو واحد المجال اللي هو حي، يعني الحرف العربي هو حرف حي يعطي مجال كبير للابداع والاكتشاف مثلا وللتعرف على افاق يعني اللغه، يعني بالنسبه لي اللغه ما يمكنش يعني نفصلوها على المعرفه بشكل عام، دونك يعني المعرفه لا تكون الا باللغه واللغه لا تكون الا بالمعرفه.